بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي رئيسة الدورة للاجتماع الطارئ للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذي عقد في مقر نقابة المحامين العراقيين في 23 من شهر أيلول لعام 2023، أعلن عن انتهاء أعمال المكتب، والذي بدوره شكل لجنة لصياغة البيان الختامي. وأطلب من الأمين العام المساعد لدولة المقر الأستاذ سيد شعبان لتلاوة البيان الختامي، وشكرا. البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لاتحاد المحامين العرب المنعقد في ضيافة نقابة بغداد يوم 23 سبتمبر 2023، في إطار احتفالات نقابة المحامين بالعراق بعيدها 90، وبدعوة كريمة من الأستاذة الجليلة أحلام اللامي نقيب محامي العراق، وفي ضيافة شعب العراق العظيم، وفي جو اتسم بالاحتفالية والكرم، عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماعه الطارئ يوم 23 سبتمبر 2023 تحت عنوان دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب أزمة المياه في العراق. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية التي عقدت بقاعة المؤتمرات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور القاضي فائق زيدان، والذي شارك بكلمة أكد فيها على إنجازات القضاء العراقي المستقل الذي شهد تطورا كبيرا في أدائه والتحامه مع المحامين العراقيين، وأكد أن التنظيم الإرهابي الدولي والذي تحكمه قيادة موحدة هو الذي تصدى له العراقيون وانتصروا عليه، وأكد أن مواجهته تقتضي تعاونا قانونيا وثقافيا وجهودا موحدة. أما في شأن المياه فقد أكد سيادته على أن استغلال المياه لأغراض سياسية يخالف المواقف الإنسانية ويخالف القانون الدولي. وكانت الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب الدائم مهرجانا خطابيا رائعا شارك في الحضور فيه عدد من القيادات السياسية والبرلمانية والقضائية ورجال الفكر والصحافة والقانون، وعلى رأسهم السيد وزير العدل والسيد رئيس مجلس الدولة والسيد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي وعدد من السفراء العرب والأجانب لدى العراق وعدد ضخم من المحامين العراقيين. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات للأستاذة النقيبة أحلام اللامي نقيب المحامين بالعراق، والأستاذ المكاوي بن عيسى الأمين العام، والأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب. ثم عقد المكتب الدائم الطارئ جلسته بقاعة ناجي سويدي بنقابة محامي العراق بعد استكمال نصابه القانوني وبحضور 50 عضوا. دارت المناقشات والمداخلات تحت عنوان المكتب الدائم الطارئ، حيث تحدث أكثر من 30 عضوا. انتهت المناقشات بتشكيل لجنة الصياغة والتي اجتمعت بكامل هيئتها وخلصت إلى البيان التالي. وقد استقبل اليوم فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد وفدا من المكتب الدائم، تحدث فيه السادة رئيس الاتحاد والأمين العام ورئيسة المكتب، وتم التبادل للكلمات الترحيب والتقدير والتضامن المشترك بين الدولة العراقية
واتحاد المحامين العرب. وقد تحدث السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى وفد المكتب الدائم الذي التقى به اليوم بعد أن بارك انعقاد المكتب في بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، متمنيا للمجتمعين النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في صالح مسيرة الاتحاد ودوره في ترسيخ العدالة. كما هنأ سيادته فخامته نقابة المحامين العراقيين في الذكرى 90 لتأسيسها. وأكد السيد الرئيس على ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق اليوم من أمن واستقرار انعكس إيجابيا على جلب المستثمرين وتنمية حركة التطور الاقتصادي. وأشار فخامته أيضا إلى أن رئاسة الجمهورية تطلع بمهمة إعداد مسودات مشروعات القوانين، حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون مجلس الاتحاد، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة الخاص بالإفراز الزراعي، وتعديل قانون المخدرات وغيرها، ومتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين. وأكد فخامة الرئيس في نهاية اللقاء على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين العراق واتحاد المحامين العرب في القضايا القانونية والقضائية وتبادل الخبرات في هذا الجانب، مشيرا إلى الدور المهم للمحامين الذي تقع عليهم مسؤوليات قانونية ومجتمعية كبيرة. كما استقبل سيادة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني صباح اليوم أيضا ذات وفد اتحاد المحامين العرب الذي التقى به، وعقب اللقاء بارك سيادة رئيس مجلس الوزراء في انعقاد هذا المكتب، وأكد سيادته حرص الحكومة على التعاطي والتفاعل مع النقابات والاتحادات المهنية بوصفها ظهيرا لمؤسسات الدولة، وأقدمت منذ الأيام الأولى لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات على ترسيخ آلية التفاعل. وأشار سيادة رئيس مجلس الوزراء إلى الإرث التاريخي للعراق في مجال سن القوانين والشرائع، ما يضعه أمام مسؤولية رعاية واستضافة النشاطات الخاصة بالعمل القانوني، مبينا أن النظام السياسي والدستوري في العراق أفرد لسلطة القضاء الاستقلالية الكاملة وعزز مكانته. وفي نهاية اللقاء عبر سيادته عن تقديره لمواقف الاتحاد الداعمة للعراق بمواجهة التحديات في حربه على داعش والإرهاب، بينما جدد تعازي العراق وتضامنه مع ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا. والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تعرض بكثير من الاهتمام إلى التحديات والمخاطر والتهديدات العديدة والخطيرة التي تحيط بالأمة العربية ودولها، والتي تستهدف تفتيت وتفكيك الدول العربية لدويلات تقوم على أساس ديني وعرقي وإثني، وتستهدف تقويض المشروع العربي الحضاري الجامع تفريغا للشعب العربي عن أرضه وحاضره، وإفقارا له واستيلاء على ثرواته وطمسا لثقافته
وعزلاً للأمة العربية عن محيطها الإقليمي والإسلامي والإفريقي. ويؤكد المكتب الدائم أن الطريق الصحيح للأمة العربية هو النهوض والتحرر والاستقلال، والعمل على العمل العربي المشترك والتضامن العربي والوحدة العربية كمراحل متتالية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والعمل بروح الأمة الواحدة التي تملك مقومات وحدتها من تاريخ وجغرافيا ولغة وديانات. وبهذه الوحدة تتحقق للأمة العربية مصالحها مع دول الجوار باستراتيجية عربية تحقق المصالح المشتركة مع دول الإقليم، وتحفظ ثرواتها وتحفظ مصالح شعوبها وتؤدي لنهضتها. ويؤكد المكتب الدائم على حق الشعب العربي في الحياة كحق من حقوقه الأساسية، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون لينعم الإنسان العربي بحريته وكرامته، وليستقر السلام والأمن بين الحاكم والمحكوم، ويتأكد الانتماء الوطني وخلق مجتمع الأحرار. ويطالب المكتب الدائم الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظماته لمواجهة الإرهاب بكافة صوره ومحاصرته والقضاء على منابعه وتكفيفها بكافة السبل القانونية والمجتمعية والثقافية والعسكرية. وفي هذا الصدد فإن المكتب الدائم يدعم المقاومة التي تمارسها الشعوب المعتدى عليها وعلى حقوقها، وخاصة في فلسطين المحتلة التي اعترف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لهذه المقاومة بالشرعية دفاعا عن أراضيها المحتلة وشعبها الذي يتعرض لكل وسائل الاستعمار من احتلال وقتل للآمنين واعتقال للأبرياء ومنع الحق الحياة عنهم ولأسرهم، وبالمخالفة لكافة المواثيق الدولية. والمكتب الدائم يؤكد دعمه الكامل للشعب في العراق في معركته ضد الإرهاب، والتي انتصر فيها الشعب العراقي على هذا الإرهاب وقضى على فلوله. ويطالب المكتب الدائم المجتمع الدولي والدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بالإرهاب بالتعاون للقضاء على كافة أشكال الإرهاب. ويعلن المكتب الدائم تأييده المطلق للدولة العراقية أن تتخذ كافة الوسائل من أجل مواجهة الإرهاب الذي تمارسه الجماعات الإرهابية، والتي تستهدف أمن واستقرار أي جزء من الأراضي العراقية، لأن الحفاظ على الدولة الإقليمية في العراق هو واجب وطني وواجب قومي. ويحيي المكتب الدائم نقابة المحامين بالعراق التي رفعت شعار دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب. وفي شأن أزمة المياه في العراق فإن المكتب الدائم يعلن تأييده المطلق لحق العراقي في الحصول على حقه على حصته من مياه دجلة والفرات، مصدر الحياة باعتبارها دولة مصب والتي تحكمها القوانين والاتفاقيات الدولية. ويؤكد المكتب الدائم دعمه الكامل للمطالب العراقية في حصولها على حقوقها في المياه، والتي حالت بينها السدود المقامة في دول المنبع والتي تخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار والمعمول بها بين جميع دول الأنهار في العالم، بين دول المنبع ودول المصب. ويدين المكتب الدائم استمرار سياسة قطع المياه عن سوريا والعراق، وهو يقتضي من المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية لوضع حد لهذه التصرفات المخالفة للقانون. كما يدين المكتب الدائم الآثار السلبية المترتبة على ندرة المياه في العراق وقطع المياه عن منطقة الحسكة في سوريا التي تضم 1.5 مليون شخص لمدة زمنية كبيرة، مما يهدد حياة الناس الآمنين هناك، وهو سلوك يرقى
إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية. ويؤكد المكتب الدائم على دعمه الكامل للعراق وسوريا في حقوقهما الثابتة والمشروعة في مياه نهر الفرات ودجلة التي حجبتها السدود والسياسات. كما يؤكد المكتب الدائم على موقفه الداعم للسودان ومصر في حقوقهما الثابتة والمشروعة في مياه نهر النيل، ويرفض المكتب الدائم السياسات والمشروعات الأثيوبية التي تنال من هذه الحقوق. ويطالب المكتب الدائم كل أحرار العالم بالضغط على الحكومة المعنية ليتمكن الشعب العراقي والشعب السوري من الحصول على حقوق كاملة في المياه طبقا للاتفاقيات الدولية. وأخيرا، قرر المكتب الدائم تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة قانونية ومتخصصة لإعداد ملف كامل عن أزمة المياه في العراق وسوريا، ليضع مقترحات قانونية وسياسية أمام المسؤولين في البلدين. المكتب الدائم في دورته الأولى لعام 2023 تقدم كل من السادة نقيب مصر رئيس الاتحاد ونقيب سوريا ونقيب الأردن بعقد المكتب الدائم في دورته الأولى لعام 2023 في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023. وقد قرر المكتب الدائم الموافقة على عقد المكتب الدائم في دورته الأولى لعام 2023 في العاشر الأوائل من شهر نوفمبر 23 في ضيافة نقابة الأردن. الشكر للأستاذة النقيبة أحلام اللامي ومجلس نقابته. يسجل المكتب الدائم بكل اعتزاز شكره وتقديره لمجلس نقابة المحامين بالعراق برئاسة النقيبة الأستاذة أحلام اللامي على المجهودات الكبيرة في التحضير والتنظيم. ويعتبر هذا المكتب واحد من أهم المكاتب التي عقدت في السنوات الأخيرة. ويشكر المكتب الدائم كل العاملين بنقابة المحامين بالعراق. برقية شكر للسيد رئيس الجمهورية وبرقية شكر للسيد رئيس مجلس الوزراء. سيصدر عن المكتب برقية تتضمن الشكر والتقدير والامتنان لفخامة السيد رئيس الجمهورية على استقباله لوفد اتحاد المحامين العرب اليوم، وعلى ما تفضل به من إعلان رغبته في التعاون بين الدولة العراقية واتحاد المحامين العرب في القضايا التي يمكن أن تطلب من اتحاد المحامين العرب. وقد ساعد اتحاد المحامين العرب اليوم بهذا اللقاء، وسجل في برقيته التي سترسل بإذن الله لفخامته كل الشكر والتقدير والعرفان وحرص اتحاد المحامين العرب على أن يتعاون مع العراق شعبا وحكومة ورئاسة من خلال نقابة محامي العراق برئاسة النقيبة أحلام اللامي. كما يعلن تتضمن البرقية الإشادة بالحالة العامة التي وجدها المحامون العرب في العراق من استقرار وهدوء وحياة جامعة للشعب في العراق. وعلى ذلك فإنني أعلن انتهاء البيان الختامي علما أن لجنة الصياغة كانت قد شكلها المكتب الدائم من الأساتذة صباح البياتي من العراق، محمد المراد من طرابلس، عبد الجواد أحمد من مصر، هدى المهزع من البحرين، سهيل عاشور مع حفظ الألقاب طبعا نقيب فلسطين، عبد الواحد الأنصاري رئيس هيئة المحامين في المغرب، علاوي بصراوي عضو هيئة المحامين بالمغرب، عبد العزيز جاويش من سوريا، وسيد شعبان من الأمين العام المساعد لدولة المقر مقررا لهذه اللجنة. وعلى ذلك أنا باسم الشخصي أهنئ معالي النقيبة أحلام اللامي
على نجاح أعمال هذا المكتب، وأعتقد أن الشكر موصول لها من كل الزملاء أعضاء المكتب الدائم الذي وصل عددهم إلى 50، وهو من أكبر المكاتب التي وصل العدد فيه إلى 50، وهذا يؤكد حرص المكتب الدائم على تلبية هذه الدعوة الكريمة من نقابة العراق، وأن أعمال هذا المكتب شهدت عملا حقيقيا يؤدي إلى دعم شعب العراق في مواجهة الإرهاب وفي أزمة المياه. نحن نهني الأستاذة النقيبة وزملائنا أعضاء مجلس النقابة ومحامي العراق على نجاح هذه الدورة، وأن هذه الدورة بما تضمنته من تسجيلات ومداخلات فيها الكثير، وتعني بالنسبة لنا في اتحاد المحامين العرب الكثير. وفق الله معالي النقيبة ووفق زملائك أعضاء مجلس النقابة إلى أن تبقى نقابة العراق واحدة من النقابات العظيمة التي ساهمت في تأسيس هذا الاتحاد عام 44، وما زالت رافعة راية اتحاد المحامين العرب. بكل تقدير أشكرك.